كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد البريوات بالكاوكاو. صراحه سبق لي حطيتهم معكم، ولكن اليوم غنديروا طريقه جديده وشي حاجه زوينه، كنتمنى من الله يعجبوكم وانتم معايا. المهم عندنا في المقادير عندي هنا واحد الكيلو ديال الكاوكاو. هذا شديته دخلته الفران وحمرته، يعني قسمته على جوج. هذا حمرته في الفران، من حمرته فسخته، وهذا شديته ودرته في المطايب حتى هو يفسخته. صافي دابا هادو هما المقادير. وعندي هنايا واحد 3 معالق ديال الزبده باش غادي نصايبوا العقده، وعندي هنايا واحد 2 معالق ديال الكونفيتور ديال المشمش. صافي، وعندي هنايا 200 غرام ديال السنيده. المهم كنت باغا نسمو بهذيك النسمه ديال اللوز، ساعه ما مبقاتش عندي، اللي بغى يديرها يديرها. المهم هانتوما معايا. اول حاجه غنديرها غادي نطحن هذا الكاوكاو، المهم اللي بغى يقليه يقليه، انا ما بغيتش نقليه، انا درته في الفران. صافي هاهو دابا الكاوكاو درتو هنايا، غادي نطحنو ونحطو في هاد الطبسيط ونرجع معاكم باش نطحن حتى الكاوكاو الاخر. دابا غنطحنو هذا، ومن بعد غادي ندوزو وغادي نطحن معاهم السنيدة بجوج. صافي دابا غنشط هذاك الكاوكاو اللي حمرته في الفران حتى هو غندير عليه السنيده، وغادي نطحنو. صافي وغادي نجمع هادشي كامل باش ندير واحد العقده ديال الكاوكاو. صافي وراني نسيت، ما قلت لكمش راه خصني ندير القرفه والمزهر، نسيت ما ذكرتهمش لكم في المقاطع. المهم نطحن هادشي ونتلاقى معكم في جمع الخليط. المهم هو الخليط ديالي بعد ما طحنته كامل مع ديك السنيده. صراحه ما بغيناش نقوي فيه السنيده حيت غادي نطفو في العسل، داكشي علاش. صافي دابا غادي نعلكهم باش نخلطهم مزيان. على كتجي كيجي كتجي البريوه من الداخل المذاق ديالها زوين. اللي بغى يدير فيه، اللي بغى يقلي الكاوكاو يقليه، انا ما بغيتش نقليه، قلت من الاحسن نديرو في الفران حيت هو اصلا غادي يعاود تاني تقلى في سميتو داكشي. المهم هاهي دابا بعد ما درتها، دابا غادي ندير واحد 2 معالق ديال الكونفيتير، هذا كيعلق. اللي عنده نص كيلو يدير غير معلقه، اللي عنده كيلو يدير 2 معالق. صافي واحد المعلقه ديال القرفه. بالضبط هي واحد 2 معلقات. صافي وهذا المزهر. انا غادي نعجنها مزيان ونرجع معكم باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش غتجي.
هي العقده ديال الكاوكاو بعد ما جمعتها. صافي دابا غنديرها هنايا في السلوفان باش ما تنشفش لينا. صافي من بعد غادي ندوز باش نديروها كويرات الحجم اللي بغيتو. باش ديريهم كبار ديالهم، باش ديريهم هذوك هذوك السيتوين صغيرين، يعني اللي بغيتو. المهم انا دابا غادي نمشي نديرها على جنب ونمشي نقطع الورقه ديالي ونرجع معكم. هذه الورقه ديالي غادي نشدو، غادي نعمرو ثلاثة د الصباح بحال هكا وغادي نقطعو. صافي ثلاثة د الصباح صافي كناخد العقده ديالي كندير قد هكا، يعني قد الحجم اللي بغيتو نتوما. هي المهم الا بغيتي ديروا فيه 10 غرام ولا 11 غرام، المهم عينكم ميزانكم على قد هاد العبار، على قد اللي بغيتو. بغيتوها صغيره، بغيتوها كبيره، اللي بغيتو. صافي انا غادي ندير العقده ديالي كامله ونرجع معكم. صافي كنشدوها كنديروها بحال هكا قدوها، نضغطوا على هنايا الجنب هكايا هكايا هكايا. صافي بارك عليها، نقطعو بالمقص ونديرو التلصيقة الدقيق والماء. التلصيقة ديال المغاربة المعروفة الدقيق والماء. صافي كنتي بحال هكا، دير واحد حتى هي. قدم الجنب ديما نوركو بالجنب هكا، باش تجينا مسدودة. صافي التسيقة كيف العادة. المهم انا غنكمل هاد الكميه اللي عندي كلها وغنخليهم ينشفوا حتى للصباح، هاد باش غادي نقليهم ونكمل معكم المراحل ديال البريوات ديالنا. دابا دزنا باش نقليو البريوات ديالنا. صراحه انا بيتهم صيبتهم في الليل والصباح عاد باش قليتهم. هانتوما تشوفوا معايا. صافي دابا المهم درت الزيت كتسخن، خليوها تسخن مزيان ان شاء الله. نبداو بسم الله. المهم هما البريوات ديالي راه كيتقلاو، هادي هي العسيلة ان شاء الله يتقلاو ونهزهم ونحطهم في العسل. المهم راه شاركت معكم العسل، دابا نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. راهو معايا البريوات ديالنا بداو كيطيبو. صافي دابا غادي نشدهم نخليهم بحال هكا. طول مزيان طول في العسل. دابا انا ايد كنخدم بها
وبقيت كنصور بها داكشي علاش عندي الفران بعيد على فين كنحط السيبور. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هما البريغات كنعسل فيهم هنايا صراحة من الأحسن تخليوهم في العسل. علاش؟ باش يشربوا داك العسل باش كيبقى عطيهم هذاك البريونس. هانتوما شوفوا العسل اللي كنت حضرت معاكم، يعني قلت لكم ما تخافوش منه، راه واخا يجرى واخا يبان لكم ثقيل راه فوت انكم غتبداو تخدموا به صافي دغيا كيجي وكيشد لينا في البريواج ولا الشباكيه ولا اي حاجه. هانتوما شوفوا معايا انا داير هادي شرست ليون ونخدم بها. صراحة العسل كيبغيك انك تخدمي بالعود، احسن حاجة هو العسل ديري ليه العود، ديريش ليه البلاستيك وما ديريش ليه هذا الحديد ولا الإينوكس، احسن حاجة ليه. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي حضرت معكم اليوم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي وكيجيو رائعين، وراكم العسل صراحه راه كيعطيهم واحد البريونس زوين صراحه. انكم غير خليهم شويه في العسل، يعني ما تحاولوا انكم ما تهزوهمش دغيا من العسل، يعني خليهم حتى يشربوا مزيان صافي. وهذوك الجنيبات هادو درتهم هكا في الجن، درت عليهم شويه الجنجلان. هانتوما كيف كتشوفوا الطبيسيل رائع زوين، ان شاء الله نستقبلوا به رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر لجميع المسلمين والمسلمات. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وبسلام عليكم، نتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر، مع السلامه.